إخوة المواطنون، بعد قليل سنذيع عليكم بيانا مهما. أكرر، بعد قليل سنذيع عليكم بيانا مهما. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة العرب في كل مكان، يتفضل الآن الرئيس القائد المناضل أحمد حسن البكر بإعلان بيان مجلس قيادة الثورة بخصوص شركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا العظيم، يا جماهير أمتنا العربية، أيها الوطنيون، أيها التقدميون في كل مكان، قرر مجلس قيادة الثورة باسم الشعب إصدار قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم 69 لسنة 72، والذي اعتبر نافلا من تاريخ صدوره هذا اليوم في اليوم الأول من حزيران. كان الدكتور مصدق قد اعلن يوم امس تأميم النفط الايراني، مؤكدا ان اهم مصدر من مصادر الثروة القومية قد اعيد الى اصحابه الشرعيين. وناشد رئيس الوزراء الشعب. استاذ سعيد، هذا البروف مدني لخيرات في الدقيقة. مصدر الثروة القومية قد اعيد الى اصحابه الشرعيين. وناشد رئيس الوزراء الشعب على الاتحاد والتعاون للسير صفا واحدا نحو مستقبل افضل. بومبي. ارجع عليهم بعد نص ساعة. طيب. البارحة مو حلفت وقلت لي باكر انطيك؟ ما عندي هسه. تعرف الجقارة؟ اريد الجقارة، اريد الدرهم. والله سعيد ما تنطيف الدرهم وتخلصنا. تورث لي اياها. ابو طلال، فتشاي بالله فتشاي. عمر الزاد. استاذ سعيد باقي عمودين فراغ، استاذ ابراهيم السمجة. زين اخي، هذا خطاب مصدق خليلي فوق، وهذا خبر عن قواتي مالا.
السيد؟ اعتقد. فالدقيقة جاي وياك. شريف مصحي هذا العمود. صباح الخير. صباح الخير. بود ليرة فندي. بود ليرة فندي ونص. يبين الحارس مسوي لك مشكلة البارحة. لازم راجع ورا نص الليل. مو شغلك. أقول ليش ما تاخذ لك غرفة في فندق وترتاح؟ شو مكلم بالجريدة؟ بابا الجريدة أم بيتي وأم حمامي. أني ما شايف هيجي بود ليرة مخربط. بابا الكشخة ما توقع لي. لو أدور كشخة كان هسه من زمان لو بالحبس لو بالمقبرة. عجبا البارحة اكتفيت بالربوع لو هم اخذت لك ربع سفري. بفلوسي. فلوسك؟ لو فلوس الغير قايل لك فد يوم انطيني فلس لينطوك. يعتقدون انت شاعر عبقري جينيس. انا ما اعترف بيك. يحكي وياك اذا ابوك وزير سابق سيارة توديك وسيارة تجيبك. خير. سعيد جماعة فوق؟ في فوق. تفضل وياي. وجماله قاعد هنا تيصفط حكي براس الشعب المسكين. ديمقراطية، حقوق عمال. يا بابا الله من تصير القضية صدق انت اول واحد يشمع الخيط. صار اربع شايات. اربعة. ظاهر بعدكم ما قريتوا في تحية الدستور. اقروا. جريدة الناس والفوضويون بقلم سياسي كبير. لا تخاف اعرف الكاتبة. جريدي صغير يريد يصير وزير. يبين الجماعة ناويها علينا هالمرة وعلمك. شوف خليني ارد عليهم وبهدل لك احوالهم. شو تقول سعيد؟ والله استاذ ابراهيم لو ننتظر شويه ونشوف ردود الفعل. لا تخافون شو يقدرون يسوون. طيب بالوقت الحاضر خلنا نتصرف وكأن شيئا لم يكن. حلو. حضرة الأستاذ الفاضل سعيد عبد الله. الرسالة شخصية. شوف يا بشوف سعيد صاير مشهور. نفس الخط نفس الريحة ولو مو هالقد. عليه صار عصبي لازم اكو شيء. يا معود هو هذا ماشي. انتظرتك طيلة الأسبوع الماضي وكنت أتوقع مجيئك في أي لحظة. أنت تكتب عن آلام الناس وتسب الوزراء والحكومة في الجرائد
وتتركني أنا في آلامي وأحزاني. لقد رجوتك أن تأتي ولا زلت أرجو، وأنا بانتظارك المخلصة نجاة. بيتنا في محلة المصلوب ورقمه 104، وبالقرب منها ساحة فيها مقهى ونجار. والناس ما تدريش بيها، ما تقدر كلمة حاجيها، حاميها صاير حرامية مثل بزازين الجيران، والعلوشة عشروان ذوق وبلاش يا ولد. يا لون صور من الهوى يبنون عشرة وعلى ضيقة الجوع سكنت فنادق درجة رابعة، كل درابين بغداد ملفتني، مع هذا عشت ليالي شهريارية ويا أحلى فنانة في بغداد. خيال ربع عرق على بطن جوعانة. لكان يشرب العرق من كنت انت ببطن امك. وش دعوه صاير عصبي؟ اني من كنت بالجامعه ببيروت اشرب وسك. يهو هم قام يثرم بصل براسنا. يلا يا بك صفيتوا الحساب؟ كان عندي وحده تسوى راسك. ليش ما تتزوج وتستقر؟ ما اريد ارتبط، اريد ابقى اعزب طول عمري حر مثل الطير. لازم تنظر للمستقبل. المستقبل جميل لأنه مجهول. النهر يسافر والإنسان حصو عالجرف. كل شي جامد بهالبلد، الإنسان مرجون، نهر حر وين ما يريد يسافر. لا شرطة يوقف ببجة، لا حدود، لا مكاتب تفتيش. اوهو عايش راح يخلص هالليلة ويا توفيق الحكيم افندي. لك بودلير افندي. باريس الريفيرا هاواي هونولولو للسن للهين افريقيا لك العدوان. تمهلوا
فإنني الزمان أريد أن أمر في سكون عبر بلاد الخوف والشجون، فهنا لا تفتح العيون، فكل شيء في ربى السلام ينوح في الظلام. يا أبا سعيد، مو انت العاقل؟ كل شيء يتحرك بس شريف باقي، لا بحار لا قاع لا مدينة لك لا مرة، كل شيء ما راح تشوفه بحياتك، نيمة تتلفت خراب بخراب. اشرب سعيد، اشرب بوذا لقداد، بس انت وردة. هلا شريف، هلا انت ورد. شوف النبيل البيق شلون قاعد، حبالك ابو الجنيب. يا با خاف على خاطرك لا يتوسخ. حميد صحتك داد، صحة المستقبل المجهول. تالي تا مدير بنك خو ما مثلك لنقات. هلا وجهي. لسلينك تصبحون على المستقبل المظلم المجهول. اصبح على ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل خيم على القلب والسدن. ظلام الليل خيم على القلب والسدل، ظلام اسود سواد الظلم لو اسدل. دليل دليلي دليلي لا تعذب الروح يا مدلل، تراه عمر ما هو دهره. كل شي ده يتحرك بس شريف باقي، لا بحار لا قاع لا مدينة لا مرة، كل شي ما راح تشوفه بحياتك، نيمة تتلفت خراب خراب. لو هجرها الماي موت
الاستعمار. استاذي ترى هذا هم اجى. شفته. يمكن هو اللي لزم جاسم. رجاء ايش قد رقم هذا الشارع؟ ما له رقم. يمكن هو. شنو يمكن؟ هو ولا مو هو؟ شو اقول لك استاذي؟ يشبهه. يلا امشي، يلا جيب مشار، يلا امشي. صار لي يومين مرابط بالمحلة، شنو قصته؟ ما ادري. بس شكله مو شكل سري. مرحبا. هلا ستار. هو ولا مو هو؟ ايه هو. اخي تدور على حد؟ ادور على وحده، العفو على بيت رقمه على نجاة. تفضلوا وياي. وين؟ بيتهم. خطية صار لها هواي تنتظرك. تفضل أستاذ سعيد. بالبيت ماكو حي. هلا وميت هلا. شلونك خويا سعيد؟ الله يسلمك. ابنك الله يخليه؟ يتيم. ما عنده اب. ماكو داعي لهالحكي. تفضل استريح استاذ سعيد. هناء راح تموت. هو يريدها تموت. الرجال جاي يسمع منك، احكي له بصراحة. استاذ سعيد، هناء وجعانة مثل ما تشوف، وبنتها هم وجعانة،
ورجلها وارمة. العفو، تعتقد أقدر أساعدها بشي؟ طبعا. يعني أكتب عنها بالجريدة؟ لا، هذا مو قصدنا. طيب هو الموضوع شنو؟ أحكي وياه، قل لبنتك راح تموت، يراد لها دكتور. ملخص القضية، تريدك تحكي ويا رجلها. رجلها؟ صديقك، كل يوم تقعدون سوا، سهراتكم النص الليل، واني وحدي ويا هاليتامى. هو منو؟ حميد. حميد؟ حميد؟ لحد يشوفنا. غلطتني. اهلا اهلا ببطل مستشفى العجيز. اهلا يا بي. مرحبا سلمان. اهلا استاذ سعيد. اليوم الناس كلها تحكي بالمقاله مالتك، بس اني ما عجبتني. ليش عاد تكتبون عن الفقر والسيل والموت؟ كتبوا عن الحياه الحب، مو تمام سلمى؟ تدري شريف مبدع اليوم، اسمع: حاجبها وتر، وجنتها ثمر، وعنقها نهر يجري به الحليب الأخضر، خد أبيض وشفاه سمينة، وصوتها بلابل تنشد في الليل على التلال. سلمى، أكفد بنية ددز رسائل غرامية السعيد، بس هو ما بي خير. صدق سعيد؟ هاي شنو يا معود؟ ايش حكيت؟ دوق عود بعد ما نحكي. حجي حجي. نعم استاذ. انت ثلاث قهاوي. الو بلي استاذ. حاضر استاذ، حاضر. تسمحوا لي في الدقيقة، المدير العام طالبني. ايه، احكينا على ابنيه ام الرسائل. ماكو شيء لا صدقين. ليش ما صدق؟ شكو ملتيه بمدخنة مستشفى العزل والموتة، كاتب عن اللي يشتغل والما يشتغل، ومورط نفسك ويا الحكومة. حياتي الحقيقية هو اللي اكتب عنهم. اكتب عن الجمال، عن الحب والغرام، وفلان تزوج وفلان اتطلقت. ليش لا؟ على كل هالاشياء تلقيها بالمجلات الرخيصة اللي مغرق السوق. احنا غير شكل. انا ادري تاليتكم، انتو جريدتكم بالمدخنة. يردون ينقلون للديوانية. سلمى سمعتي؟ اي ادري. يرجع اعلامنا باقرب فرصة. حميد اشوفك باشر. ايش تقصدي ادري؟ سمعت المدير يتكلم عن نقل للديوانية. Thank you.
سعيد دقعد يا ابني، مو الاكل برد. انا اليوم راح اطلع للشغل. شغل ايش؟ البارحة الليل كله تون من وجع ظهرك. اخذت حبايتي الاسبرين وكل شي ما بي. رجعنا لنفس الطاس ونفس الحمام. يا بل اشعة تقول بيك سلب العظام. لا حرق النساء ولا هم يحزنون. لازم تنام مستشفى حتى جبروا ظهرك. وست اشهر ما تتحرك. انا مستشفى ما ادخل. وهذول الدكاترة كل شي ما يفتهمون. خلي يرحون يشترون بعقلهم حلاوة. انا ترى مثل المسناية. اخ لو ما قال شوية الوجع اللي بظهري. هذا مو حكي، مرضك خطر. اذا ما تروح بنفسك باكر يدزولك شرطي ويا المختار وياخذوك بالقوة للمستشفى. سمعتي؟ هذا ابني يريد يخششني للخستخانة ويخلص مني. ايه هذا جزء شيبتي وتعبي بيه. صباح الخير. صباح الخير وهلا. استاذ سعيد موجود؟ موجود، تفضلي. صباح الخير. صباح النور. ام طالب صديقك بالمدرسة، شلونك وليدي؟ الله يسلمك، انت شلونك؟ الله يسلمك وليدي. والله مشتاق للطالب. وين هسه؟ نقرة السلمان ويقرأ اسمك بالجريدة. دزلك وياي مكتوب. عزيزي، لعلك ستفاجأ برسالتي هذه بعد كل تلك السنوات الطوال. لقد أثلج صدري تطور مقالاتك في جريدة الناس وتعرضك لمشاكل وآلام الطبقات المسحوقة، وإنك تنظر الآن إلى الأدب لا كصناعة ألفاظ بل وسيلة لخدمة الشعب الذي نناضل في سبيل سعادته. ومن أجل ذلك تعرضنا نحن السجناء السياسيون للقتل عدة مرات وهم يحاولون سحق إرادتنا ومعنوياتنا لكي نموت في هذا الكهف الحجر النائي. ولكن هيهات، فسنبقى أبناء مخلصين لشعبنا. وإلى اللقاء. شلونكم بالانتخابات الجاية؟ مستعدي لها؟ مستعدي لها. مستعدي لها من صدق؟ الشكل الجبهة من القوى الوطنية. وتصدقون راح يخلوكم تدخلون بالمجلس. برادة الشعب؟ ابني المجلس مسوي بيتهم بنو إلهم، يخلون غير جماعة يجون يدخلون بيه. ياب الدنيا تغيرت والجبهة قوية وراح نجبرهم يوافقون على الانتخاب المباشر. ايه هسه نشوف. عود سعيد، خففوا من مقالاتكم العنترية. شايف مقالاتنا ما انتهية. سعيد، هاي الحكومة تستعمل نار وحديد وحاجي جرايدنا ما يفيد وياها. لو تصير ثوري من صدق، لو تبطل من السياسة وتسكت. السلام عليكم. عليكم السلام. هم بلشين بالسياسة ما تجوزوا من حكي السياسة. رأيك احنا نشغل بالسياسة وجريدتنا سياسية. شريف، دا سمعك فت قصيدة غزلية كتبتها البارحة. يا بد بطل، دا شعر. هاش بيه؟ عاشق ساكو
ساكو اضربها ويسكي واني بطل بيرة عليها في الجسم يخبل. لا يا فطير. ساكو ساكو بس اصرف يا اخ. شو ثقلت اليوم؟ ترى ما وصلك البيت. لا تخاف عندي مشاكل تبخر على العالم كله من راسي. المصلوبين انت من السكارى حميد دار علي. اشو انت ما حاكي لي عنها؟ هاي خيانه. خيانه زوجيه. صحت الخيانه الزوجيه. قم من وجين. لا تنسى تحط اصبعك بحلقك. تسمحوا لي؟ غريبة هاي مو عادة لسعيد. عمرك متردد ليش ما وقفت بوجهه وصحت بيه قدامهم؟ تكذاب ولا حيوان ابالك ما حد راح يعرف. ارتحت؟ بعد مين عرفت؟ ماكو شي ينضم. شنو هالسخافات؟ ليش دصت تمني قدام الجماعة؟ لاني متألم مو عليك علي وعلى الصغار. كيف تبيع انسانيات براسي؟ انت مجرم. عائلتك تاركة تموت بالحالة وانت لي تسهر وتسكر. انت تدري هاي اللي سميها عائلتي هي من مخلفات ابويا اللي زوجني وانا تلميذ بالمدرسة. والاطفال هم مخلفات ابوك. الاباء ياكلون الحصرم والابناء يضرسون. لا تخلق من نفسك شهيد المأساة. اريد تقول لي شلون عرفت؟ عندي قايم محاسي مصلوب. تكذب. ستار قال لك. يا ستار العامل بمصافي النفط. ما اعرفه. انت بأي حق تتدخل بحياتي الخاصة؟ هاي صديقك وهي خيرك. صديقي ما يسلل بيتي من ورا ظهري. هاي مستهد. فكل شيء فيك يا سيدتي جميل في منتهى الجمال. وشعرك الغزير بيدر ريش أسود تنام في مفرقه الطيوب. وثغرك الصغير علبة حلقوم على شفاهنا تذوب. حلوة. شكرا. شفت؟ يلا شو ناويش؟ شناوش نصف دينار. ما تقولي انت شو وقت راح ترجع للدين؟ شريف قرأي قصيدة. وردة. تمام بس شوكها هواية. الوردة اللي ما بيها شوك ما تسوى لها فلس. فكل شيء فيك يا سيدتي جميل في منتهى الجمال. وشعرك الغزير بيدر ريش أسود
تنام في مفرقه الطيوب وثغرك الصغير علبة حلقوم على شفاهنا تذوب. بديع بديع. شكرا. ما تريد نص دينار؟ شلون ما اريد النص دينار؟ حرام ما انت تنقل الديوانية. في مع الله سلمى. مع السلامة استاذ شريف. يا بي قصيدتي. قصيدة دي يسويها علي بيها شي؟ لا يا ابو ما بيها شي. هو ما قصر. فشعرك الغزير كبيدر ريش اسود، شفاهك الصغيرة مثل حلقومة تذوب على شفاهنا. حميد تعالي وياك. يا بي هالايام المدير ما دا يحجيك على نقل احد للديوانية؟ حميد ايش تقصد؟ هيج كل شي ما اقصد. حميد انت من يوم اللي قالوا لك عن نقل قمت تحكي وياي الغاز، انت مو رفضت تروح بعد شكو؟ يعني مالي حق اسال سؤال؟ لا انت تتحقق وياي. حميد انا مو مرتك. من السحر من الغناء في مضارب الغجر. قمر 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 أحب في مشيتها الخدر كأنها تمشي على درر، أحب في عيونها الحور أحبها، أحب من خلالها البشر. قمر 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 وتسطع الصور الشمس والحالوب والألوان في السحر. قمر 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 عجبها وتر وعنقها ثمر وكفها لو مر بالحجر لأين عالزهر. قمر قمر قمر.
رايح للجريده. استمرت في ليش سديت الباب؟ من زود المعاميل؟ فدي شوية وافتحها. قلت فدي شوية وافتحها. مو أذيتني. تعتذر. قولي لي صبري هنا. صبرية يا صبرية، هلا بيك. هاي شبيك وجهك مخطوف؟ احد لاحقك؟ هاي وياه من متعارك؟ متعارك ويا حظي. تقدرين؟ ما اقدر، اخاف. لا تخافين، الدم يخوفني. أنظف من ينبوع المي. بس لا صار شي على سعيد. Oh.
بعدهم محتلين الشارع؟ اي بعدهم. بيكم ولدي، اتفضلوا يمن. شكرا خالة، شكرا. بالعافية وليدي. تفضل استاذ سعيد. رسائل؟ ايه. قرابتك؟ من بعيد، جيرانهم بالمحلة رادتني اكتب رسالة لأهلها بكربلة. كل احد معتها مسكينة. يظلون النهار كله هنا. خايف؟ لا ما خايف. شوف، يوافقون على الانتخاب المباشر وتستقيل الوزارة قبل الانتخابات؟ حتى إذا وافقوا فهذا ما يغير شيء، يروح قناع ويجي قناع آخر. يعني ندخل للبرلمان؟ بعدك تؤمن بالبرلمان كحل؟ طبعا. طيب تدخلون البرلمان وبعدين؟ بعدين الديمقراطية. استاذ سعيد، هالبلد يراد لعاصفة تقتلع الفساد من عرقه. ديمقراطية والدستور هم من صنع نظام الحكم، يسمح بي بس بشرط ما يتهدد كيانه. وشنو برأيك اللي يهدد كيانه؟ ملايين الفقراء اللي دا يزداد وعيهم يوم على يوم، هم القوة اللي راح تغير النظام. تقصد الثورة؟ بعدهم ليش وقت يردون يبقون الباكر الصبح؟ جيب يما جيب. ماكو شرطة رايحين. ما راحوا عيني، هل واقفين نصهم سرية؟ لو تبقى في الساعة تلوخ احسن. لا ما اقدر، لازم اروح للجريدة. شكرا خالة، هذا فضلش ما ينسي ابدا. هلا بيكم ولدي، هذا بيتكم. مع السلامة. مع السلامة ستار. سلم لي على مهنا. ما تشوفني ده هزة زين اللي عاد رضعيه. ساعتين شايلت على ايدي وماكو فايدة، عيوني ما غمضت. لعش بيه؟ ما ادري. زين تمشي بيه بلكي يخفى على ايديك. يلا. شنو ايدي من حديد؟ ما اريد ارتاح. لعد اني راسي من حديد. يلا قومي. انت نايم طول الليل بس عيني المتلية. قلت لك قومي لا تطوليها.
غابت العيشة. ماكو فايدة، اقوم اطلع احسن لي. وين طالع بهالليل؟ وانت شعليك؟ لا هيج، انا شعلية. ليش؟ اشو لسانك صاير طويل علي؟ البنية رجلها وارمة، يراني وديها للطبيب. هاي كل يوم هالقوانة، كل شي ما بيها، خليلها شوية دهن اسود وهي تصير زينة. مصرف للبيت ما عندي. تعالي هوياج، مو اول بار حطيت ربع دينار؟ قبل 3 ايام. سعيد طلع من التوقيف. انت مين تعرفي سعيد؟ هو مو صديقك؟ من قلت توقف؟ انت قلت. صباح الخير. صباح الخير. اكو شي؟ حميد لحد يشوف؟ ما حد مداهم. حميد تصرفاتك كلش مو طبيعية اليوم. بالعكس أنا كلش طبيعي. من ايش وقت جاي صارت تصرفاتي مو طبيعية؟ حميد صوتك كلش عالي. ما يهمني، خلي كل الناس يسمعون. سلمى أنا أحبك، تزوجيني. هسه مو وقت هالموضوع. لا تديرين وجهك عني، كل ما أفاتحك بالموضوع تقولين مو وقتها. قولي إيه لو لا. ما أدري. ما تدرين ما تدرين الى متى تظلين ما تدرين. انا بعد ما اتحمل. وانا بعد ما اتحمل الحالة هاي. ايش تقصدي؟ ارجوك حميد اتركني. اذا كان قصدك اتركش حتى تلعبين على كيفك فانت غلطانة. تتصورين اني غافل عن تصرفاتك؟ اي تصرفات هذه؟ ويا هذا ويا ذاك حتى ويا شريف. انا حرة تصرفاتي، اتصرف الشيء اللي يعجبني وانت ما مسؤول عني. انا مسؤول عنك ونص. انا ادري ويش المدير راضي ينقلني للديوانية، كل على مودك. وانت كنت تعرفين كل زين قبل ما يدز علي. وانت شو تريد مني؟ اصل ضرر لمرتك؟ تتصور اني ما ادري بيك انت متزوج؟ لا يمي اخ عضتيني قابل حلقي شي فرقي؟ جوعان؟ يا جوع منهم؟ أدزلك على كباب. ها
أنا مو قلت لك أنا شاعر أشبع من الجمال من العيون الحلوة من الحنان. أنا أغنى إنسان بالدنيا ولو ما أملك بيه شيء. تعرفي البودلير؟ أهو هم رجعنا على باب دير. ليش ما تحبي؟ ما أحبه، أحبك لك. وليش أني من دون كل الناس؟ عندك قلب، الناس ما عندها قلوب. صدق الناس ما عندها قلوب. أنت تعرفيهم أحسن مني. تعرفي سعيد؟ يا سعيد من يطلع من السجن عرفك بيه؟ من السجن؟ ليش المن قتل؟ ما قتل أحد، حبسولي أن قلبه طيب، قلبه نظيف مثل قلبك. ما تقولي لي شلون وقعتي؟ يعني شنو وقعتي؟ يعني شلون صرتي الناس يسموك بالعربي الفصيح مومس؟ اني اسمي صبرية. ليش لا، قصدي شلون وصلتي لهيج مكان؟ كنت طفلة من ماتت امي، مرت ابويا كانت تموت مني عبالك ازرعين. ليش ما ادري، شافني واحد ابن حلال، عبالي ابن حلال، اخذني البدرة دخل علي هناك، فديوم طلع وبعد ما رجع ضليت اسبوع محبوسة بالبيت ما ادري شو اسوي. اجت فد مرة وجابتني لبغداد. قلب مرتبوش من حجر. وانت شلون صرت شاعر؟ تقصديني شلون قاعد؟ خلف الله عليك. تضحكين؟ تعجبني، اموت عليك. صبرية صبرية، واي واي مسويت لي البيت ميخانة، منين لك هالبعير هذا؟ هسه يطلع. اكو وحدة تقطع رزقها بيدها العرق، على حسابك لو على حسابه؟ على حسابي، جايبة وياه. منين متعلمت لي هالحكي؟ ترى باكر اذب غراضك بالدرب. باكي فلوس؟ ينطيني. انت عيني منين جاينا؟ من ركن منسي في هذا العالم. هلو دي يحكي لي بالنحوي. يلا يلا اطلع برا، راويني عرض شعفك. انت تعرفين ويا من دا تحكين؟ ويا من؟ يمه هو شاعر. شبي وليج بوب دي يطلع بالسينما. موت الكرفج، هو هذا ايش قوله ايش قول سينما؟ شبي وليج وليج لاجه تطلع لو سهلك الشرطة. أنا علمك. بالتوقيف اكتشفت أشياء وطلعت بنتائج تعادل تجربة عمر كامل. والله يا سعيد أنا يمي عجيب اتعلمت تجربة، بس بيني وبينك بلا توقيف. قال ام سعيد مو قتلنا جوع. يلا اي عيني جيتكم.
وين اللبن؟ ايه من عيني. اللي يشوفك يقول انت طالع من التوقيف مو اني. يعني كيفك صار؟ تسوي ايش قال؟ صار لي محروم من اكل الوالده. يوم ليش ما تاكل ويانا؟ لا يوم، بالعافيه عليكم. يا بي شبعانه شوفتك كفايه. وهاني نسيتوني؟ عم ابو سعيد انت الاصل، شعدنا غيرك. هم صدقت اشوفك بعد وقاعد قبالي. من الله لا ينطيهم ان شاء الله. شو مسوي؟ كاتل بايق ناهب. طالب سعيد هو لو كاتب لو بايق لو ناهب احد يحكي وياه؟ يا ستار، منو هذا اللي جانا بهالليل؟ منو؟ اني ستار. اوي على بختك هبطتني. فوت يما فوت. ستار شلونك؟ زين؟ زين، انت شلونك؟ زين. شريف ستار شرفنا، اهلا بك. عم ابو سعيد الحمد لله على سلامة. السعيد الله يسلمك ولادي. استاذ شريف، انا تقريبا قاري كل شعرك المنشور بالجرايد. بعد شو تريد؟ هذا هم معجب جديد. الواقع قصيدك كلش حلوة بس ذاتية. ستار لا تستفز الأستاذ شريف، عنده قصايد ما منشورة بعد، أنا واثق من تقراها راح تعجب بيها. العفو، أنا ما كان قصدي. أم هناء سلم عليك. شكرا مسخنة. صار لها 3 أيام تكح. هذا ستار. عربانة بالباب لو ناخذها المستشفى. طيب لا أستاذ سعيد أنا أشيلها عنك. هذا دينار يمكن تحتاجه. أشكرك. تريدني أجي وياك؟ ما ظن أكو داعي. حميد ما بين؟ صار اسبوع ينام برا.
نفس. اخذ نفس بابا. بعد اخذ نفس بابا. بعد. قحي. نفس اخذي. شوية. عافية. عافية. بعد بابا. اخذ نفس. اقعدي عدليها. حميد شلون عرفت احنا هنا؟ الشريف قال لي. اني مدين لك بالاعتذار. بالعكس انت طيب وشهم. وهسه ايش راح تسوي؟ والله ما ادري. تتركها؟ اذيتها هوايه ما استحقت. استاذ حميد الدكتور يريدك. تفضل استاذ حميد. بنتك حالتها خطره، لازم تبقى كم يوم بالمستشفى. لا تبكين اختي لا تبكين، بنتك كل شي ما بيها، فد يومين ثلاثه ترجع للبيت مثل الورده. مثل ما رجع اخوها. ولك والله يقشمرك بعدين تتندمين. ما عاد واخل يا تيه. وين موديها للبنية؟ ادعي لي بالخير يمه. ما تكيفين انستر. مو قاعده ومرتاحه هنا. مرتاحه؟ تتذكري من كنتي تحكي لي على صاحبك محمود وتقولي لي متندمه؟ كنت اشوفك تبكين طول الليل. اخذك وياي ونروح بعيد بعيد وحدنا، لا حد يعرفنا ولا نعرف احد. منو هي منو؟
اليوم اقعدي ليش نايمه؟ صبرية قومي دروح لا تورطينا.